فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وجدت مصحفا موضوعا خارج دورات المياه في الحرم، هل يجوز لي أن أخذه أم علي أن أتركه أو أضعه في الحرم؟ لا، هذا يمكن راعيه بالحمام أو بدورة المياه يخرج ويأخذه، أطلب هالمكان ما هو بداخل به دورات المياه لا تأخذ. نعم، دورات المياه لها حراس ولها شؤون الأشياء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.